استكمالاً لعملية التحول الرقمي لوزارة الداخلية، تسهيلاً وتبسيطاً للإجراءات للإخوة المواطنين والمقيمين، تعلن الوزارة عن خدمة تجديد إجازة تسيير المركبات عبر تطبيق سهل، وذلك من خلال الدخول إلى موقع بيمة واختيار شركة التأمين وصولاً لإجراءات عملية الدفع وطباعة وثيقة التأمين. بعد ذلك يتوجب على طالب الخدمة التوجه بالمركبة إلى إدارة الفحص الفني لإتمام عملية الفحص الدوري للمركبة. بعد اعتماد عملية فحص المركبة عليك الدخول إلى تطبيق سهل واختيار خدمات وزارة الداخلية، ومن ثم خدمات المرور، خدمة تجديد رخصة المركبة، واختيار المركبة المطلوبة، واضغط متابعة لاستكمال عملية الدفع، علما بأن من الممكن الاكتفاء بإجازة تسيير المركبة عبر تطبيق هويتي. وزارة الداخلية تشكركم على استخدام خدمات إلكترونية.